السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم مس هبة رجب. أهلا بكم في السنة الرابعة في العام الدراسي الجديد 2025. بنكمل مع بعض يا ولاد شرح منهج الإنجليش من كتاب المدرسة ترم أول طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. بنكمل يونت 1 أي فيل جود، والنهاردة معانا ليسن 2 الدرس التاني بيت نمبر 6 صفحة 6. ليسن 2 بيقول لك أي أم هيلثي، يعني أنا إيه بصحة جيدة، أنا بصحة جيدة. بيقول لي work in pairs، اعمل في ازواج، يعني انت وايه اصدقائك في الفصل. discuss these questions، وناقش ايه الاسئله الجايه دي. اول سؤال، do you think you are healthy، تعتقد ان انت صحتك جيده او بصحه جيده. السؤال التاني، what healthy things do you do، طب لو انت صحي ايه الحاجات الصحيه انت بتقوم بها، اشياء صحيه افعلها، الحاجات الصحيه انت بتفعلها. بيقول لك listen to Adam، اسمع لآدم النهارده ودارين وجودي بنناقش بقى الموضوع ده، وعطاني تلات ايه ولاد، ولد اسمه ادم، بنت اسمها دارين، وجودي بنسالهم talking about being healthy، ايه بنسالهم هل هم ايه اصحاء او لا. طيب هنبص كده عينيكم على الصوره وانا هقول لكم نصوص الاستماع. اول واحده بتتكلم يا ولاد بنت اسمها ايه، احنا بنسال جودي، جودي do you think you are healthy، هل تعتقد انك بصحه جيده؟ قالت yes I do، اه طبعا. ازاي ازاي هي يا ولاد بصحه جيده، بتعمل ايه؟ at I do a lot of sport at school، بمارس رياضه في المدرسه. on the weekend، وكمان في عطله نهايه الاسبوع. I walk to my grandpa's house، بمشي لبيت جدتي. with my family، مع العيله. I really like walking، انا بحب المشي، طبعا المشي نوع كده من انواع الرياضه. ليه بتحب المشي يا ولاد؟ at because I can talk to my mom and dad، بحب اتكلم مع بابا وماما. we can see the different houses، نرى المنازل المختلفة، يعني شوفس والمحلات واحنا بنتمشى في الشوارع. I don't eat candy، مش باكل حلوى، but I like fruit، بحب الفاكهة. my favorite fruits، الفواكه بتاعتي المفضلة are bananas and watermelon، بحب يا ولاد البطيخ والايه والموز. my mom مامتي makes an awesome bananas milkshake، ماما بتعمل لنا ايه مخفوق اللبن بالموز الرائع. يبقى البنت دي مين يا ولاد؟ البنت دي زي ما احنا قلنا كده ايه، جودي. الولد التاني آدم، سألنا آدم do you think you are healthy، آدم قال yes I am in the wheelchair basketball team، أنا في فريق طبعا wheelchair يعني على كرسي متحرك، أنا في فريق إيه الباسكتبول اللاعبين على كراسي متحركة في المدرسة. we practice 3 times every week، بنتمرن 3 مرات في الأسبوع. I drink كولا، بشرب كولا، وعارف إن هي حاجات غير صحية، but I want to drink more water، عاوز أشرب مية أكتر. I don't play video games، مش بلعب ألعاب الفيديو، because I am very busy، عشان أنا مشغول جدا. I play basketball and I play football in the park، بيمارس طبعا الباسكتبول في المدرسة، في الحديقة بيلعب أي كرة القدم. يبقى ده من ولاد آدم. البنت التالتة دارين، do you think you are healthy، دارين قالت yes I think I am healthy، أنا بصحة جيدة. my mom and I، ماما وأنا، go walking، بنذهب للتمشية in the desert، في الصحراء. with my dad، مع أبي. dad is a scientist، بابا عالم. and he likes looking at animals and plants، بيحب النظر الى الحيوانات ويا ولاد والنباتات. we go with him، بنروح معاه every weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. it's very interesting، دي حاجة شيقة جدا. but it's very hot sometimes، أحيانا الجو بيكون حار جدا في الصحراء. I only drink water because I don't like cola، بحب اشرب ميه عشان مش بحب الكولا. I love burgers، بحب البرجرز، but I only eat one a week، باكلها مرة واحدة في الأسبوع. my mom makes yummy salads، ماما بتعمل سلطة يا ولاد لذيذة. دي مين بقى؟ دارين. listen again and answer the questions، who never drinks cola، مين مش بيشرب كولا أبدا؟ جودي. who plays football؟ آدم. who doesn't eat candy؟ مش بياكل حلوى؟ دارين. listen again and complete the sentence with and or but. النهارده عندي يا ولاد ادوات الربط، and معناها و، لجربت جملتين ايه فيها افكار متشابهه او مترابطه، و but معناها لكن، لربط جمل ايه ولاد متناقضه ما تنفعش مع بعضيها، او حاجه مثبته والتانيه منفيه. ده الجرامر بتاع الوحده الاولى يا ولاد، and و but. I don't eat candy، انا مش باكل حلوى.
I eat fruit when I want something sweet. بس باكل فاكهة لو أنا عايزة حاجة حلوة. يبقى أنا أربط بيه ولا أربط. لكن I don't drink cola. أنا مش بشرب الكولا. I drink fruit juices. بشرب عصاير إيه؟ طازجة. بط. I play basketball. بلعب الباسكتبول. طب ليه خدت بطن؟ عشان جملة إيه يا ولاد؟ منفية والتانية إيه؟ مثبتة. I play basketball. I play football in the park. بلعب الباسكتبول وكمان بلعب الفوتبول. تبقى إيه يا ولاد؟ أنت. Dad is a scientist. بابا بيشتغل عالم. He likes looking at animals and plants. وبيحب النظر إلى الحيوانات والطيور والنباتات. أنت. It's a very interesting place. ده مكان شيق أو رائع جدا. It's very hot. لكنه حار sometimes. أحيانا طبعا. But لكن. بيتكلم على الصحراء بالرغم ان هي رائعة لكنها حر. Language focus. We use and بنستخدم and و to add two ideas together. لربط فكرتين مع بعض، افكار مع بعضها. زي I eat vegetables. انا باكل خضروات. And I exercise. وكمان ايه؟ اتمرن. في مشكلة؟ لا، دي حاجات صحية. ان انا باكل خضار دي حاجة صحية، وكمان I exercise بتمرن، يبقى انا كده ايه؟ healthy، صحي. We use but بقى بنستخدم but معناها لكن. To contrast two ideas. لتناقض يا ولاد فكرتين. I want to play football. بحب ألعب كرة القدم. My leg hurts. لكن ايه يا ولاد؟ leg hurts يعني ساقي ايه؟ تؤلمني. وانا ينفع يا ولاد ألعب وساقي تؤلمني؟ طبعا ايه؟ but معناها لكن. هربط هنا ايه؟ بلكن. يبقى انا بستخدم و لربط افكار مترابطة أو متشابهة. بستخدم لكن لعمل الإيه؟ التناقض. جمل إيه؟ متناقضة مع بعضها، أو بتكون عندي جملة مثبتة والتانية إيه ولاد؟ منفية. Write three sentences. اكتب 3 جمل. In your notebook. في الكراسة. With and or but. استخدم and or but. About how you are being healthy. زي أنت بصحة جيدة. Share your sentences with a partner. شارك الجمل دي مع صحابك. تعالى يقول لك I practice basketball. بمارس كرة السلة. On Wednesday يوم الأربعاء. And استخدم and اهو. I walk home. بمشي المدرسة from school every day. أنا أول واحد. I love playing video games. بحب ألعب ألعاب الفيديو جيمز. But لكن I only play them on Saturday. بلعبها بس يوم السبت. تمام. تفكر أنت بقى في جملة تانية من عندك. تقول لي مثلا I like fruits and vegetables. انا بحب يا اولاد، بحب الفاكهه وبحب الخضار. ده درس النهارده سهل جدا جدا جدا. يبقى اند وبط لربط الجمل دي اللي بستخدمها يا اولاد، او الجرامر اللي عندي في الوحده الاولى كلها. دايما الدرس يا اولاد التاني من كل وحده بيكون في الجرامر بتاع الوحده. طبعا ده حاجات سهله جدا. اند وبط حاجات سهله. اند افكار متشابهه، بط حاجات عكس بعضيها. كده سنه رابعه انتهينا بفضل الله من شرح حالة تدريبات الدرس الثاني من أول وحدة. الفيديو الجاي إن شاء الله يكون معانا ليسن 3. يبقى يا أولاد انتظرونا وادعمونا بلايك واشتري فيديوهات اشتراك في القناة وتابع على صفحة الفيسبوك مس هبة رجب عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. كانت معكم مس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.